الاخرى اعتمدت على المجهود الفردي تاعي بالمرتبه الاولى، بالاضافه الى ارشادات وتوجهات من طرف الاساتذه تاعي في المتوسطه في ثانويه محمد شريف امقران، اضافه الى دروس دعم في ماده الرياضيات المقدمه من طرف عمي، هو عمي ونفس الوقت مدرس دروس خصوصيه في ماده الرياضيات. نعم هذه هي من بين اضافه الى تحفيز من طرف زملاء صديقي زميلي، كنا نتنافسوا مع بعض نتبادلوا المعارف هكذا، وكل واحد يسي يطلع النيفو، كانت هذه النتيجه والحمد لله. غير مازلت ما حددتش بين الطب او الذكاء الاصطناعي، يعني وحده منهم في قادم الايام ان شاء الله نكون حددت ايهما يكون المستقبل.